ولا خدت اي حاجه منها، وطلبوا مني اديني تعويض الدنيا ديت ليها فلوس، انا ما انا رفضت. انا سمعت ان عرضوا عليكي ديه، عرضوا عليا ديه مليون ونص عشان استنزع على القضيه. عشان استنزع على القضيه، يعني هم اهله معاهم مليون ونص. مليون ونص دلوقتي بقى معاهم مليون ونص. امال اللي انا سامعاه ما اديش بنتي 5 جنيه؟ ما هو عشان 5 جنيه بتاعت بشطاره ليه؟ موتها عشان 5 جنيه؟ دلوقتي الفلوس جت في ايديكم؟ ها؟ ليه؟ انا دلوقتي انا ما خدتش حاجة بنتي حتى اعزلها، اللي لسه عليا منها 70,000 جنيه من ديونها ما خدتهاش لسه في البيت، ومقفول بالقفل وبالجنازير تبع الحكومه. متحفظين على المكان يعني. والناس دي لا ما تجيش هنا تاني، وانا عايزه حق بنتي. انا عايزه حق بنتي. بص يرضي ربنا اعدام، انا عايزه اعدام، انا بموت، انا عايزه اعدام. انا ما غلطتش والله العظيم، يعني والله انا ما غلطتش، انا جوزتها صغيره بس غصب عني والله العظيم. والله هي الخطا، وانا اقول لك بس احنا اخطانا ان احنا جوزنا بنتنا. يعني انا غلطت بس غصب عني والله، عشان معايا 3 بنات وابوهم ميت وسابوهم صغيرين وكتاب الله، غصب عني والله. ما هو احنا بيبقى في احنا اللي بنخطا بحاجات، يعني احنا يعني على قد ما بنعمل بناخد. يعني احنا انا عارف ان انت كان عايزك يعني تمشيها وتتجوزيها بدري، غصب عني عشان اشوف اللي بعد منها. ما انا معايا توأم ومعايا عيله ثانيه. هو انتوا اذا الزواج كان هتم ازاي؟ يعني عمل يعني اتجوزتوها ايه بدون يعني عرفي؟ عبال ما تيجي السن، بعد ما تيجي السن بتاعها هنكتب كتب شرعي قدام الناس، واخدين عليها وصلات امانه، واخدين عليها كل حاجه. طب هو دلوقتي يعني انتوا معانا، ما معاكوش قسيمه؟ طبعا معانا القسيمه، معانا كل حاجه بتاعتها. معانا كل حاجتها معانا، خدتوها يعني. والوصل امانه معانا، هم مدين بثلاث وصلات امانه. ثلاث وصلات. طب خدت قسيمه ازاي وهي تحت السن؟ خدنا القسيمه بتاعتها، العقد بتاعها، وخدنا الحاجات اللي هو تثبت اللي هو ايه كتب الكتاب. عشان ساعة كتب الكتاب هنكتب الكتاب. يبقى ايه حقها مضمون، عشان حق الوليه دي مضمون. كان فاضل بقى قد ايه؟ كام سنه؟ كان فاضل لها حوالي سنتين تكتب. سنتين يعني؟ او سنه. يعني كانت 15 او سنه 17 تعمل يعني 17 ل 18 بيكتبوا الكتاب. 18 يعني كانت 15 فاضل لها 3 سنين. دلوقتي يشفيك يا ام ربنا. انا تعبانه والله، انا غصب عني جوزتها صغيره. ربنا يعافيك. والله انا تعبانه وربنا اللي يعلم. انا ما جبتش حاجتها لسه من البيت والله. ما حاجتها؟ لا من حاجتها، استلمي بقى حاجتها رسمي دلوقتي. انت انا مش عايزه اجيب حاجه لما حق بنتي يجي. تقدمي رسمي صدر الحكم خلاص وانتهى فيه. انا بقول اللي انا عاوزاه. النقض ماشي لسه، يعني هو بالنسبه له